فصل البرلمان التونسي في الساعات الأولى من صباح اليوم جلسة مساءلة رئيس المجلس زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بتهم العمالة لتركيا والقطر والتسبب في انقسام التونسيين والتدخل في الأزمة الليبية. هذا واتهم نواب تونسيون رئيس المجلس راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بتجاوز صلاحياته الدستورية مطالبين بسحب الثقة منه. وشهدت جلسة محاسبة الغنوشي انتقادات بسبب تدخلاته في الملف الليبي، حيث أكدت رئيسة كتلة الدستور الحرة نائبة عبير موسى إن مطلب تنحي الغنوشي أصبح شعبيا ولا يتوقف فقط على الكتل البرلمانية، مشددة على ضرورة محاكمة قيادات حركة النهضة بتهمة الإرهاب. عبر الهاتف المزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن أستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد، أرحب بك معنا في هذه التغطية. اهلا استاذه نانسي ومشاهدي اكسفنجي. نعم، كيف تابعت الجلسات بالامس واليوم والتهم الموجهه للغنوشي؟ بالطبع هي في البدايه هي خطوه جيده وكان لابد منها لايقاف هذا التكابر بمعنى اصح، لان الغنوشي رئيس مجلس النواب وزعيم حركه النهضه المرتبطه ايديولوجيا بتنظيم الاخوان الارهابي لم يخبر المجلس بزيارته إلى تركيا، ثم قام في خطوة غريبة جدا بتخطي وزارة الخارجية والرئيس التونسي، ثم هنأ حكومة السراج عقب الانسحاب التكتيكي للجيش الوطني الليبي من قاعدة الوطية، وفي هذا تدخل ومحاولة لربط تونس بجماعات متطرفة وميليشيات إرهابية يتم إرسالها من تركيا. الأمر هنا واضح للغاية، وبالتالي كان لابد من إيقاف هذه المحاولات التي تسعى لجر تونس إلى ملعب الإرهاب والتشدد والتطرف وربط السياسة الخارجية التونسية بجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتشددة. ما حدث في للأسف في الجلسة التي سعى أعضاء حركة النهضة ونوابها وبعض المنتمين المتحالفين معها في الجلسة منذ الأمس وحتى الساعة السادسة قبل قليل منذ ساعات عندما انتهت الجلسة، سعوا بكل الحركات الغير شريفة لإعاقة التصويت ومد الفترات حتى أن البعض ترك الجلسة، ثم مهاجمة البعض وعدم السماح بتمرير هذه عدم السماح باستكمال التصويت بشكل دستوري وبشكل حر، سعيا لإفشال إقالة أو محاسبة الغنوشي بشكل مباشر، وبالتالي تأجيل الموقف، ثم يخرج الغنوشي ليقول أنه استمع إلى الانتقادات وأنه يقبلها كنصائح في تلون سياسي كالحرباء للسعي. هذه نقطة مهمة للغاية أستاذ محمد، يعني ماذا يعني بأن يقبل هذه المساءلات على أنها نصائح؟ يعني اليوم نحن أمام مساءلة في البرلمان التونسي لراشد الغنوشي وحركة النهضة والذي يعتبر رئيس يعني هذه الحركة، السؤال الآن كيف من الممكن اعتبارها كنصائح أستاذ محمد؟ هو للأسف غباء سياسي، هو يحاول الهروب من المقصلة التي أحكمت حلقتها حول رقبته سياسيا، وبالتالي فإن حتى في إدلائه بمثل هذا التصريح عقب إفشال حركة النهضة الجلسة بشكل غير شريف للغاية والتهديدات التي مورست إلكترونيا بأن إما قبول الإخوان أو الاحتراب الداخلي والرشاوة السياسية التي تم تقديمها خلال ال 48 ساعة الماضية بشكل غير أخلاقي لتمرير هذه الجلسة، ولكن في النهاية هذه الجلسة كانت ناقوس لضرورة تدخل الرئيس قيس سعيد في هذا الأمر بشكل مباشر، لأن الموضوع لم يعد كما تحاول حركة النهضة أن تروجه على أنه ضرورة لإقامة حوار وطني يجمع كل الأطياف، ولكن لابد من التدخل لكبح جماح تدخل حركة الإخوان الإرهابية وتنظيم الإخوان الإرهابي في مقدرات السياسة التونسية الخارجية وعميلهم في هذا الأمر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة المرتبطة أيديولوجيا بتنظيم الإخوان الإرهابي والجماعات الإرهابية، وخاصة فيما يخص الجارة الليبية. هذا الاعتراف يتضمن اعترافا صريحا بأنه
يقبل هذه، ليست انتقادات، إنها اتهامات، ويجب أن تكون هناك شكل آخر للديمقراطية. أليست هذه المساءلة بأدلة أستاذ محمد؟ هي بأدلة، الأمر واضح للغاية، حتى النواب الذين امتنعوا عن التصويت أو الذين تركوا مقاعدهم حتى يكون العدد ناقصا في التصويت النهائي، هؤلاء النواب يقرون بأن ما فعله الغنوشي من زيارة ليبيا سرا ثم تهنئة أحد أطراف النزاع الغير شرعيين في ليبيا ومحاولة جرها إلى المعسكر الإرهابي هو خطأ واضح، وبالتالي من غير المنطقي أن يمتنعوا عن التصويت أو أن يتركوا مقاعدهم لكي لا يكون العدد كافيا للتصويت ويتركوا فقط نواب حركة النهضة. ماذا يعني ذلك أستاذ محمد؟ يعني حتى نفند معك ربما هذه التفاصيل، يعني هذا يعني أن البرلمان التونسي أو أعضاء البرلمان التونسي الذين لم يحضروا هذه المساءلة، هل هم مع أم ضد الغنوشي أستاذ محمد؟ هناك تحالفات سياسية تحت الطاولة للأسف، وهناك أعمال سياسية قذرة وترهيب وترغيب وضغط سياسي أو حتى تهديد بالقتل من جانب أعضاء حركة النهضة لبعض النواب، ثم الوعود الكاذبة التي يقدمونها لبعض النواب الذين قاموا بترك مقاعدهم أو الذين لم يمتنعوا عن التصويت ولكنهم قالوا أن ما فعله الغنوشي كان خطأ. للأسف لم ينجح البرلمان التونسي في تمرير هذا الأمر بشكل ناجح، وللأسف نجحت حركة النهضة كالعادة بفضل الألعاب السياسية وبالضغط والترهيب وإرهاب النواب في تمرير هذه، والانحناء العاصفة لمنع إقصاء الغنوشي، ثم يخرج ليدلي بتصريح هزيل يعترف فيه ضمنا ويرتدي عباءة الحمل الوديع، ولكنه يتلون كالحرباء حتى يمر هذا الأمر. نعم. ويدعون إلى حوار وطني بين الأطياف السياسية. طيب أستاذ محمد، السؤال الآن أيضا ربما الذي يتساءله البعض، مدى إن ثبتت هذه التهم على راشد الغنوشي؟ يعني اليوم هو يتحدث أنه سيقبل هذه المساءلة على أنها نصائح له في إدارته للأزمة وإدارته ربما للحركة وللبرلمان. السؤال الذي يعني ربما يسأل الآن بناء على هذه التصريحات التي أدلى بها راشد الغنوشي فيما يتعلق بالنصائح، ماذا إن ثبتت هذه الاتهامات على راشد الغنوشي؟ ما هي الإجراءات المتخذة أستاذ محمد؟ أعتقد أن الأحزاب التي قدمت عريضة الاتهام ومحاولة إقصاء الغنوشي ستبدأ من اليوم، حتى لن تأخذ أجازة، ستبدأ في إعداد عريضة أخرى لمحاسبة الغنوشي، ويكون الأمر أكثر حنكة وترتيبا مع الأعضاء مجلس النواب الآخرين في الكتل السياسية المختلفة الذين أحجموا والذين أرهقهم التعب. الجلسة استغرقت أكثر من 20 ساعة متواصلة، هذا الأمر غير إنساني، ومحاولة سخيفة من حركة النهضة حتى يتم إفشال التصويت، وبعض النواب تعب وخرج. صحيح. بالإضافة إلى التهديدات التي مورست، وبالتالي أعتقد أن الرفض بعض أو عدم الامتناع عن التصويت، لم يرفض النواب التونسيون ولكنهم البعض امتنع عن التصويت والبعض ترك الجلسة. أعتقد أن هناك إعداد للائحة جديدة سيتم تقديمها خلال الأيام المقبلة أكثر إحكاماً، و يعني نبتعد عن الشكل المسرحي الذي جرت به هذه الجلسة، وتم تخصيص أجزاء منها للحديث عن أمور أخرى، الحوار حول الدبلوماسية البرلمانية، ثم تمديد فترة النقاش العام وإجراء جلستين للجلسة العامة، كل هذا كان من جهود التشتيت والألعاب لحركة النهضة، وبالتالي أعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم مشروع جديد ولائحة جديدة للاتهام للغنوشي لمحاسبته على انتهاك السياسة الخارجية ومحاولة زج تونس إلى ملعب الإرهاب. ولكن الحكم المنتظر، يعني إن كان سيتم سحب الثقة من الغنوشي أم لا؟ وأفهم من كلامك أستاذ محمد أن إن لم يصوت البرلمان التونسي بنسبة معقولة على سحب الثقة من الغنوشي، سيبقى الحال على ما هو عليه. في البداية كان يلزم 73 صوتا حتى يتم تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي لعزل الغنوشي،
هذا كان كبداية. الأمر الآخر أو الخطوة التالية التي كانت ستتم في هذا الأمر هو إجراء مرحلة التصويت، ومرحلة التصويت أشد صعوبة بكثير من هذه المرحلة لأنها تستلزم الحصول على 109 أصوات لإقصاء الغنوشي أو عزله من منصبه، وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج لمزيد الجهد من الجهد السياسي، ولكنه كبداية لو نجحت الأحزاب في تقديم لائحة الاتهام لعزل الغنوشي هذا الأمر سيهز كثيرا وسيوقف المغامرات الإرهابية التي يقوم بها للاتصال بالميليشيات الإرهابية وبأردوغان راعي الإرهاب في المنطقة. ولكن يعني دعنا نفترض السيناريو الأسوأ، إن لم يتم سحب الثقة من راشد الغنوشي أستاذ محمد وبقى الحال على ما هو عليه طبعا برفض عدد كبير من أعضاء البرلمان أو حتى لم يكتمل النصاب في التصويت، البعض يتصور أو يتساءل ماذا سيقوم الغنوشي بفعله إن بقى في مكانه في داخل البرلمان التونسي؟ هل سيسرع خطواته داخل تونس إن كانت هذه الاتهامات حقيقية فيما يتعلق بتعاونه مع قطر وتركيا؟ أعتقد أن هذا الأمر هز حركة النهضة وسبب صدمة كبيرة لها لم تكن تتوقعها الحركة، وبالتالي فحتى لو لم تنجح اللائحة الجديدة في حتى وإن رفعت إلى التصويت عليها ونجحت الأحزاب الدبلوماسية في تمريرها، حتى إن لم تنجح في إقصاء الغنوشي بالقانون عقب التصويت على عزله وليس فقط على تقديم اللائحة التي تستلزم 73 صوتا، أعتقد أن هذا الأمر فتح العيون وجذب الأنظار بشكل كبير إلى المؤامرات التي يقوم بها الغنوشي، وبالتالي مع اعترافه اليوم صباح اليوم بأنه أخذ هذه الانتقادات على أنها نوع من النصائح، نعم. أعتقد أن هذه النصائح ستبقيه بعيدا عن الملعب وإن تكرر هذا الأمر منه ومحاولة التدخل في الشأن. عن أي نصائح يعني يتحدث فيما يتعلق ببلبلة البلاد أستاذ محمد؟ يعني شيء غريب هذه التصريحات. هو تلون، نوع من التلون، أنت تعلمين أساليب الخداع التي تقوم بها جماعات الإخوان الإرهابية والمرتبطين بها في كل أنحاء العالم. هم يعتمدون على الخداع والكذب ونشر الشائعات ثم تحويل ذلك إلى محاولة تحويل ذلك وفرض الأمر بالواقع عبر الذباب الإلكتروني والكذب والتعليقات، نعم. التي تستهدف فقط امتصاص الصدمات السياسية، ثم يسعون في السر وتحت الطاولة تنفيذ مخططاتهم الدنيئة والارتباط بالإرهاب والحصول على التمويل القذر لإبقاء تنظيمهم الإرهابي على قيد الحياة السياسية. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، كنت ضيفي عبر الهاتف أستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك.